وكيقول له عقله هو نفس الآخر نفس الآخر يعني هو والآخر شيء واحد ولكن ما بقاش ليك هو واحد. عرفتي فين خدمت أنا هذه؟ هذه مقالات بارت اللي خدمت أنا فيها. فهمتي؟ اسمع سميتو سمعتي الدراري دايرين سماطي دايرين سماطي سمعتي خدمت انا في هذا المقال هذا في ديك بارت بقلم بارت بارت بقلم بارت ملي وصلت نديك العباره اللي ديال عبد الهادي بالخيط لكن الصوره خياله خياله ماشي بحاله وهذا الخيال هو المترجم. هناك اختلال بين الاصل والصوره واختلاف في سميتو هذا كيطرح اشكال ديال التمثيل. هل هناك تمثيل؟ ايه هنا انهيار حدود التمثيل وبالضبط هذا تما تكلمت عليها. هذه هي حيت كنا كتكلم قبل التمثيل ما بغيتش انا نجبد لك في انهيار حدود التمثيل. دولوز ينسف التمثيل من اساسه كيقول لك ان سميتو كيقول لك ان الكتابه هي مغايره. ان الكتابه هي مغايره واختلاف. علاش كيقول لك لانك رغم اعاده انتاج النص الا انك تنتجه خارج المركز. وهذه كيقولوا كيعرفوا ديسنتراليزاسيون ديال ديال لا كولتور. مصطفى كيعرف هذه القضيه انها عاود تنسف التمثيل هو اللي كيقولها غادامير بصيغه اخرى بان الصوره التي تعيد الاصل لا يمكن ان تعيده يعني بشكل بحرفيته يعني اطلاقا. كل اعاده وكل صوره للعمل يا كم مصطفى عقل عليها. اسمع اذا تبعتيني شنو قلت لك انا. نعم اخي. راه هي الصوره ديالو عندما يقف بارت امام الصوره فانه يجد غرابه يقول ما هذه الصوره التي تشكل صورتك؟ هل انت فعلا هذا الشخص الذي تتكلم عنه؟ اجد غرابه بيني وبين صورتي. الصوره ديالو علاش؟ انا نقول لك علاش. الى رجعتي للنص ديال سميتو ديال العروي كيقول لك العروي ان الانا هي تفكك مستمر واعاده بناء لا ينقطع. هادي صافي مزيان بما هو سيروره ان بروسيسوس اي طبعا واسمح انا شنو قلت لك قبيله يا سي العربي ما قلت لكش انا كاين واحد المدارات حزينه في التفكير الغربي انه كيتشابه بواحد الطريقه عجيبه والاختلاف غير في الاستعارات. قلت لك ولا لا؟ وهي نفس الهضره اللي كياكد دابا سي سميتو ان نفس الهضره اللي كيقول دولوز هي اللي كيقولها ريكو. ولكن دولوز كيقول ماشي السيروره كيقولها في ما يسمى بالدفنيغ السيروره بالصح. يعني كل ديريدا كيقولها في انهيار التمثيل في النص ديال سميتو ديال ارطد هذا علاش قبل بغيت ندخل معك انا في الهضره على عبد الرحمن لانه ينسف ديريدا ودولوز ومن معهما كينسفوا مفهوم التمثيل. هي لا ريبريزونطاسيون كتنسف هي كل الفكره ديال التمثيل كيقول لك الوجود ما قايمش والابداع ما قايمش على التمثيل. هي ودابا وهذا شنو الاساس ديالو؟ الاساس ديالو هو الفرق ما بين ليتخ و لو باغيتخ في الفينومينولوجيا. هذا هو هذه لا ديكوفيرت لا فينومينولوجي اللي اثرت فيهم كاملين. والمصطنع قلتي المصطنع سيمولاكر سيمولاسيون بمعنى انت ملي كتكون كتسميتو ملي كتكون كتلقى شيء لا تتلقاه من حيث هويته هو كما هو كائن ولكن كما يظهر لك. لان بعد الصوره مثلا خديت انا صوره من بعد 3 دقائق ماتت فيها خلايا بيان سور يا انت وحتى الروح ديالك حتى الروح ديالك يعني انت الا كتشوف غير الشكل كتقول هذه صورتي شكلا ولكن الروح واش هي؟ ولهذا بارتش كيقول انا في مجموعه ديال الاجساد. علاش انا سميتو بارت المتعدد؟ هو كيتصور كيقول انا عندي شويه من الجده ديالي سميتو البدويه فهمتي وشويه من الاب ديالي المتحضر وشويه هو كيدور وكيجبر حتى كيجبر. قلت انا كاينه اون بروغراماسيون واحد الجسد بحال واحد بروغرام اللي هو مركب. وما معنى مركب؟ بمعنى انه يعني سيروره متعدده ومتنوعه لا يمكن اختزالها فكر. ولهذا اعتبرت انا ديك سميتو ديك اس كصيغه كسميتو كتعبير على الصرف
على البعد الصرفي، ماشي غير على اسم زعما في الفرنسيه. قلت ديك ديك اس راه كتعني ان بارت متعدد في الاصل انتي، وانه ماشي واحد، ولهذا كتجبرها في الاسماء كانها تدل على التاريخ، على التاريخ الممحو في الاسم الشخصي، وهي بمثابه توقيع سميتها هنا فهمتي، توقيع على ان الهويه ما عندهاش سميتو، ما عندهاش شي وجه واحد. راه نفس العمليه، كيقول العقل كتقول كما كتقول نفس الشيء ولكن شنو كتقول. وهذاك كاملي القرى ولا دار الناش ولا هذا كلشي كيقولوا عقلو كيتقال الشيء نفسه، المؤمنون كيقولوا الشيء ياك هذا كيقول هذا ايدنتيكو مع هذاك هذا صافي ولكن هو في الواقع كيحين كيجي مترجم اخر وكيقول لك لا هذه بقات ناقصه انا نكملها بترجمه جديده اذا شنو هو دائما كيبقى ديك النص هذاك. ولكن هذا الشيء ما كيحصلش في العلوم لا في الترجمة خاصة في العلوم الدقيقة، لا في ترجمة العلوم الدقيقة لا 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 الرياضيات ما يمكنش تهضر فيها. جيد مزيان، أنت هنا وصلتي عند طه عبد الرحمن داوي. ما بين ترجمة العبارة وترجمة الإشارة. لأن ملي كترجم العبارة كترجم المفهوم، ومفهوم راه متعارف عليه، عنده دي ليميت. بينما إلى مشيتي للإشارة يعني في الآداب وفي التصوف وفي الفلسفة ما كيمكن لك شي تحدى، لانك تدخل في ديك الساعه كتدخل اش كيقول لك التاثيل او التاويل، كترجع الكلمه وشني شني كتجمع معاها. ايوا صافي هذا هو ما قلصك دابا اللي خدام فيها مزيان والله الا برافو رائع في شي اشياء ثلاثه الفقرات، ولكن هذه فيه الجانب الادبي دائما ديك الهلوسات ديالي هي طبعا، وهذاك هو المهم، هو اللي كيصنع التوقيع. هذاك صوت متفق شي اسمه غاتش السر يا قول ان من خلال الترجمه يعني جازت بزاف ديال الاعمال الادبيه اللي قويه وسجلت الحضور ديالها افتقدت اخرى واثر كذا كذا، الا وكاين هذا الامكانيه ديال الترجمه لا هي ماشي ما كايناش شي ماشي ما كايناش شي امكانيه الترجمه. راه دابا سي مزوال كيعرف هذه الحقيقه، كيعرف كاين لي تيكست ترادويزيبل ولي تيكست انترادويزيبل. لي تيكست انترادويزيبل هي هما اللي كيكونوا متعمقين في الاشاره وداخلين في في ما هو توقف فيها. غاترجع الشعر مثلا بحال الشعر، بحال الشعر وكيف بحال المقامه، المقامه شنو تترجم فيها؟ المقامه عاود اي بورتون هذيك ايه ترجمها يا خو هي ولكن ترجمها كقصه هيدا راه ناقشنا كنا مع 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 السي مصطفى مره اخرى هذا النقاش كنا عملنا مره اخرى حول نفس الموضوع، يعني هو الا كان ممكن يترجمها يترجمها كقصه ولكن ماشي كهويه ماشي اجنسيه ماشي كمقام ماشي كمقام ضيعت ايوا كتضيع بحال السوناطا حين كترجمها عاود السوناطا كتضيع علاش كتضيع الخاصيه ديالها ما يمكنش تعمل السوناطا الشعر العربي لا العربيه كتخلص السوناطا عمرك شي واحد يتصف العربيه السوناطا هذا عبد الديوان بالاسم ديالو السوناطا واحد سماه وصافي من بعد من حقه يسميه من حقه يسميه موسيقى وصافي يعني واش شي لا اشكالات كتصرات سي محمد هي وهذه الثقافه لا والاشكالات اللي كتير الترجمه اشكالات ادبيه بعلما بانها ماشي هي الادب لا هي نفسها لا راه هي اعاده كتابه هي الترجمه شنو هي هي اعاده كتابه انا تمنيتك واحد الموضوع تطرق له في داك السيسي انا باقي واحد اقترحوا عليا هذا وباقي مصطفى باقي ما كتبتوش هو مباهج الترجمه اسمع واحد من سمعت في ميديا واحد البرنامج جاب واحد السيد كيعمل الدبلجه ديال المسلسلات التركيه وهذا وبداو كيتناقشوا في هاد التفاصيل التفاصيل وكيفاش انه كيتغاضوا على بعض الجمل كيعمل مانيبيلاسيون ديك التحكم والتصرف كيعمل هو كيعمل لا سونسور ديك الرقابه على النصوص وهذا واحد القطع هذا واحد النشاط اللي هو الناس كتاكل منه بزاف قال لك راه جمله واحده راه كيلقوا فيها مثلا فهمتي قلت انا مزور على هذا الشيء لا هي عنده علاقه بالترجمه عنده علاقه بهذا الموضوع هذا دابا هذا كيعرفوا
هذا كيما تتم ديالها تتم ديالها انت ما كتبقاش المساله مرتبطه بالشخصيه بصفته مترجمه لوحدها. كيف كان المواضعات الاجتماعيه وسلطه داك النشر اللي كتقول لك هذا الشيء هذا كيمكن الى حد اللي كيعملوا المراجعه هذا النص وكاين بعض الناس اللي كيبغيو زعما يفهموا عليه في التعبير وداكشي هذاك وهذه ما تقالش هذيك كيمكن اذا ما حصلتش معاه كتحصل مع اخرين كيقول لك اسيدي اسيدي هذه عباره لا اخلاقيه غير اخلاقيه وهذه عباره كذا وهذه النظام يمكن يحتج عليه وهذه الرجال الدين يمكن يقولوا عليها كذا يبقى النص ديالك ولا التصرف ولا الاخرين كيقول لك بدلها لي انا كنقترح عليك عمل لي هذه مصطفى كيبدا تدخل عليها كتوقع هذيك هذه كتسمى سوسيولوجيا الكتابه هذه في الكتابه هذه هي شوف هذاك حماق هذا معلم صاحبي معلم هو عارف السوق واحد النهار كيقتل راسو يقتل الناس كيقولوا مات معلم طريق باينه مع امراه يعني كتبان ماشي انا عاد شفت واحد الحادثه في اشقه وقعت البارح ثلاثه ولا اربعه الناس ماتوا في مصورين بقات باللي اشقه الشو ديال ثلاثه الدراري الله يسعدك يا دات فيهم واحد خينا كان شارب ورقص فيهم ولا لا طحنهم هما جايين يقطعوا هو دايز على حسب اللي كيقولوا شي وحدين ماشي يقول لك هو خرج لعندهم بحال دابا هما غاديين هنا خرج لعندهم وجروا يعني كان ما كاين ميتريس بال كان سكر ومن بعد هذاك يخلص الدائره يخرج بحالو وهما تصبوا لا شنو كانوا كيروج في الوسائط قال لك يا سيدي هو سبق تعرضوا له تما ولا خايف يعني هرب منه علاش يمشي يقول له وملي هرب منه بحال اللي هما جاوا يهربوا لواحد الجهه جاوا يتعرضوا له هو هرب لواحد الجهه وهاد الهواجس ديالك بوحدك قول له ما يسمعك فيها حتى شي واحد قول له هادو الاملاءات ديال شي محامي دوك اللي كيعملوا محامي اللي كيعرفوا لا يقدر يكون شي واحد ما هذا لا يشكل عذرا في القانون طحنتي الناس كتمشي كتجري وكردوا الخطا زعما ماشي لا طحنتي الناس هيداك يعني كتجري الله يحفظك اصاحبي يعني كتجري ما فيهاش الهضره ثم انت البلاصه اللي كتخاف منها تمشي ليها دابا لا بلو بار شنو كيوقع كيتصل شي وسيط كيمشي هاد الاسره ولا عطا الله عطاه وكذا وهذا وهذا السيد هذا تكلم عليه ما خرجوا منه كذا فهمتي الا تبعتي المخزن راه ما يدير كيدخلوا في هاد الدوامه هذه كيبدا يشوف مشاو لولادو ما غيرجعش و 30 مليون غادي تجي من بعد كيطمع هكا التصبيق ها خمسه راه غيكمل لك غدا بعدو الدوسي كيتنسى مشى الزلمه دابا هو هذاك الموضوع مزيان جنان هذاك مزيان كمل ياك هذا تكمل كتستنى كتستنى لا كان بيرميشن كيكون عندي فرصه باش ما تستشاري كتستشار مع الاصدقاء دائما كنا دائما ان شاء الله هي رائعه هذيك لان ما جبرتش انا حتى انا قلت واش شي واحد حل النار حل العافيه هذه قلت واش تكلم شي واحد في هذه القضيه هذه في الادب حتى واحد ما جبرتش تطلق لا في الترجمه اطلاقا افتراء تهفتي راه هي اللي فاكر لا هذه الموضوع ديال يود من عبد الله هذه ديال افتراءها هذه يلاه المعنيه عربيه قديمه لا والو ماشي ديال كذا عم اسمح قديم قليلة صاحبي خوانا كاتبينها في المقالات انا نقول لكم هذه نجيب لكم بيت شعري هذه لا اسمح لا هذا جبرنا قديمه انا صاحبي عربيه هذه قديمه انا وانا كاتب استعمل افتراع هذا المعنى لا شكون اللي قالها هذا المعنى افتراع المعاني شكون اللي قالها عند شي حد وقت انا قال ابن تمم ابو تمم ويمكن قيلت عند ابن تمم لا قالها بيت شعري هو 80 عندك دابا هذاك كيقول كيشبه النص بالفرج كيقول لك وليس خصيصته طول الليالي الا لمفترعه شنو هي؟ لان كاين نص نقدي عربي قديم كذا على ابو تمام. اييه لانه هو ابو تمام باش تعرف ابو تمام. بانه ياتي ب كيف الراعي المعاني افترعوها ولكن هو كيتعامل المعنى الجنسي انا ملي كنت كنتكلم على بارت ولا دا جبت هذا البيت شعري
من بين الاشياء اللي حلت بها من البيت الشعري حتى مفهوم هذا فرويد ايضا كانت عنده هذا البعد الجنسي في الشرح بمعنى الشرح الجديد شرح يعني اول من قام بها اول من قدح الزينة في الموضوع المعاني البكر المعاني البكر هي هذه هي فرع هي هذيك بالضبط واش كنقولوا حنا جبناها حنايا راه عرفتي اللغه المغربيه الدارجه المغربيه راه عرفتي ملي كي اصلا من الاصل والله يا خاي الا حتى تدهش ملي تشوف اجي ما لاحظتوش دابا حنا قنطنا السي سي عبد الرحمن كيهضروا معايا علاش بالعكس انا استمع واستفيد واستمتع قولوا استمع واستمتع المشكله هي ان هذا النيفو شعل القنوات ديال المغرب كاملين ما تلقاش شي نقاش غتلقى شي واحد كيفاش توضى كيفاش النخبه دابا كيخدوا عمل لا ما فطنوش شي حاجه دلار شي حاجه ديال فهمتي كيخدوا عمل هادشي كيخدوك سجلتي هادشي هذا سي عبد الرحمن عملتي قول له ما اجلسوا مع اصدقاء هادشي اللي كيقولوا هادو هما رفقاء السوق قول له ايوا اصدقاء السوق قول له السوق كنت هاني مع راسي كنتفرج مسلسلات تركيه رفقاء السوق السوق والله العظيم